الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب، كما نرحب بضيوفنا الكرام من جميع القبائل، فأهلا وسهلا بكم بضيافة قبائل بني رشيد عامة وقبيلة القعابيب خاصة عند الشيخ قعيد ابن قعبوب بقرية البحرة. أما الآن مع كلمة لراعي الحفل الشيخ قعيد بن قعبوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إن الكلمات تعجز عن ما في صدري، ولكن أقول يا هلا ومرحبا بجميع القبائل، والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم لأبو مشعل عواض العضيلة الذي وافق على الدعوة وجمعناكم من غلاكم، فأهلا وسهلا بكم. واعذرونا، والله إن ودنا نحط لكم مكان أفضل من كذا، ودنا عندنا فنادق وعندنا أفضل من المكان هذا، لكن هذا والله يعني إلنا شهر وحنا شغالين، وهذا اللي قدرنا نسويه، هذا عذر لله ثم لكم. فهذا جهدنا، ما يعني أكثر من كذا ما نقدر نسوي شيء. ومرحبا بجميع القبائل، وندري والله العظيم أنكم شرفتونا من غلانا عندكم ومن محبتنا عندكم، وهذا شيء تشكرون عليه، فنحمد الله ونشكره على نعمة الأسلام والأمن والأمان، والحمد لله والشكر. المملكة العربية السعودية كلها ربيع، والأمطار طاحت بكل مكان، فنطلب من الله العزيز القدير أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي وجميع حدود المملكة العربية السعودية. والبلاد مثل الأم، يجب علينا أن نحرص عليها ونكون جنود مجندة لهذا البلد، ونكون حتى بجميع ما نملك فداء للوطن، فهذا وطننا. فالوطن إذا استقر المواطن، وإذا أخطل الوطن شرد المواطن، فنطلب من الله العزيز القدير بأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم الأمن والأمان، وأن يجعلنا دائم آمنين في بلادنا. فأوصيكم بتقوى الله أول شيء، ثم بطاعة ولاة الأمر. فالاجتماعات هذه أنا والله من اللي يحب الاجتماعات، وإني نجتمع في أي مكان، حسب أن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلا يجي التعارف من الباب للطاقة، لا، إلا أما تزور أما تزور أما يزورك أما تجيه. فالحفلات هذه عرفنا فيها الشعراء والشيوخ والأدباء وجميع الفيات، فنقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم. والله إني بتكلم وإني بجيب كلام، لكن اعذروني إني آخر شيء أقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بجميع القبائل، وحياكم الله وبياكم في مضارب عبس عند بني رشيد، عند قبيلة القعابيب من بني رشيد، كما أحيي في شيوخ وأعلام وشعراء قبيلة بني رشيد، أقول حياكم الله وبيض الله وجيكم على التواجد. والشعار الليل أكيد إذا ما أثر عليه البرد إنه يجيبون قصايد زينة، لكن البرد ترى يثر على الشعراء، وحنا عندنا شعراء معروفين على الساحة
الخليجية والدولية، ولكن ما هو كله مدح وما أدري فلان وكلا، ترى فيه ناس عندنا شباب يحبون الغزل، يحبون الحاجات الطيبة اللي كذا، أما مدح فلان ونعم فيك وأخذناك وجبناك ترى شبعنا منها هذه، فالمفروض يعني يتغيرون. الوطن لحق والشباب لحق، يعني نبغى حاجات يعني تبدل، ما هو والله قعيد اللي فعل وترك وسوى وجاب وودلا، نبغى طال عمرك قصيد بالربيع وهالأجواء الحلوة. أبو كتيفة عنده قصيد الليل أنا عارفه، وبادي والله ما أدري عنه، أبو بندر أحيان ينتقدنا، ولكن وشعراء بن رشيد أنا ماني مدحهم لأن مدحي لهم يعني ما يقدي، فالميدان على ما قال يا حميدان. فحياكم الله وبيض الله وجهه أبو مشعل عواض الذي وافق ودعيناكم على دعوته، فأهلا وسهلا بجميع القبائل، ونشكر كل من تعنى من تبوك من الطائف من المدينة من حايل من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، نشكرهم على تواجدهم، وهذا يدل على المحبة والصداقة والعلم الغانم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للشيخ هداج القعابيب سعدون عابس القعبوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أبو عبد اللطيف وفى وكفى وحيا وهو محل لهذا الكلام. مرحبا في جميع من حضر في هذا المجلس العزيز الذي عودنا صاحبه عليه أنه يجتمع في هذه الوجهة الطيبة، باسم الشيخ القعيد ابن منور ابن خشمان ابن قعبوب، نحييكم ونقول لكم أهلا وسهلا يا ضيوف القعيد ابن منور ابن خشمان وضيوف قبيلة بني رشيد وبني رشيد، تحييكم وتسعد في مشاهد هذه الوجيهة الطيبة الذي والله أننا نفرح في مشاهدهم. كما لا يفوتني عن كلمة قالها الشيخ القعيد وهو الوطن، والوطن غال على الجميع. الوطن 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 هو أم الجميع. بيض الله وجهك يا أبو عبد اللطيف، أنت دائماً في هذه الاجتماعات تحث على التماس الشباب والشيبان، الذي الشيبان يعلمونا والشباب نعلمهم أن الوطن هو الأول وليس الأخير، ولاية أمرنا هم المقدمة في كل شيء لهم منا الدعاء، أن الله يوفقهم ويسددهم، وأن لا يغرنا أو نهتم في بعض الأعلام المغرضة على ولاية أمرنا وعلى وطننا الغالي الذي نفديه في أرواحنا وأبنائنا. فالوطن هو الوطن. مرة أخرى نشكر الشيخ القعيد على استضافته هذه الوجهة الطيبة من جميع القبائل، وإذا دل فيدل على وفاه لأنه محل الوفاء. بيض الله وجهك، دائما تبيض وجيهنا سواء قبيلة القعابيب أو باسم بني رشيد، أنت مثال وخير من يمثلنا، جزاك الله عنا خير، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للشيخ عواض العضيل المطيري. سلام
من الغلا والطيب في رجال متسيد. قصيدي ينبض إحساس الوفاء في مثلكم محسوب، وصلنا في مقامك والكرم يمناك يقعيد، وردت الطيب من راع المكارم يا ولد قعبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ قعيد ابن قعبوب، الشيخ القعبيب من بني رشيد، القبيلة العريقة، بتحية الإسلام أحييكم جميعا وأقول لك يا الشيخ قعيد السلام عليكم وعلى ربعك وعلى قبيلتك وعلى من حضر في هذا المحفل الكبير من جميع القبائل. بتحية الإسلام أحييكم تحية أهل الجنة. والله الكلام في المحافل يعجز اللسان عن التعبير، ولكن أقول للشيخ قعيد ابن قعبوب بيض الله وجهك على الدعوة، ومن غلاك وقدرك ومحبتك أنت وقبيلتك لبينا الدعوة، ودعوة مثلك ما نقدر نتركها تضيع، وجينا تقدير لك ولمقامك وبيض الله وجهك. باسمي وباسم من حضر معي من ربعي مطير الحاضرين أشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة وعلى هالجمع الطيب الذي جمعتنا فيه، علما النص الحاضرين معارف وأصحاب، وبيض الله وجهك اللي قابلناهم عندك وسلمنا عليهم. ما بطيل عليك الكلام، ولكن أقول أسأل الله التوفيق لك، والله يديم المحبة والأخوة بيننا، ونرجع إلى الوطن. الوطن غالي مثل ما قلت، وأسأل الله ألا يغير علينا ويعز مملكتنا ويديم أمنها ويحفظ جنودنا البواسل الذين في الحد الجنوبي. وبمناسبة هالأمطار والخيرات نهنيكم بالرحمة، الله يجعلها أمطار خير وبركة ويجعل الخير يعم بلاد المملكة وبلاد المسلمين أجمعين. الشيخ قعيد ابن قعبوب لو سمحت أبغاك الله لا يهينك، حنا حضرنا بناء على الدعوة اللي تجتنا منك ملبين ومقدرين، وأنت لك واجب وجيتنا في جدة ووعدتنا بعد ما ترجع من السودان، ولكن رحت للسودان ومدي من فين لفيت رغم أنه ما في طريق إلا من عندنا، وهالحين طال عمرك نبى منك موعد، وأنا ما أضايق الوقت، الوقت على كيفك، ونبي أن موعد الآن تعلمنا فيه حتى أن نتمكن من عمل الشيء اللي نستطيعه، ونعزم اللي أنت عزمتهم الأصحاب والمعارف على واجب لك يسوى باسمك. هذولا قبائل كلها أنا نقول يقول لا إله إلا الله مرحبا، كل أبوه خذ موافقته وأنا آخر واحد وأنا موافق، لأنه ما يرد الكريم الذي وأنت كريم والموجودون يستاهلون. ولا هي ناقصتك عزيز أنت بتسويها يا أبو مشعل، فحنا أنا موافق، أنا فيها من جميع القبائل خذ رأيهم طال عمرك وحدد معهم. طيب أبدا يا أبو أول واحد يا أبو عبد اللطيف أنت المعزب
وانا طال عمرك موافقتي من راسك، خذ رايها ما انت وعلمني. بس خلاص اجل ابشر. طيب حدد لي موعد وتنسق انت وياهم يا الربع. نبي بشهر خمسة، شوف الوقت اللي يناسبك وخلاص. تم. نبي بشهر خمسة الوقت المناسب لك انت. لك انت، احنا جاهزين احنا. لو تقول الليلة رحنا. انا بدأ. انت مختار شهر خمسة؟ اي. خير عندي، لا لان عندي اسمع، لان عندي حفل في خمسة خمسة. شهر خمسة خير الامور وسطه. اي نعم. خلاص. خلاص نحدد في شهر خمسة في وسط الشهر واعلم ابو عبد اللطيف. بيض الله وجهه. ولكن ترى يلزم حضورهم هذا. الدعوة للجميع. الدعوة للجميع يا أبو فهد يا سعد الذيابي، الدعوة للجميع، أنت طال عمرك عن اللي معك وجماعتك، والشاعر أبو كتيفة وغزاية الشمري، أنا مالي دخل، هذا يعرفهم أبو عبد اللطيف نجلهم طيران العنزي. أو نعم، الدعوة للجميع، المن حضر هنا وناحي، أنا الدعوة أوجهها للجميع، الدعوة موجهة للجميع. أبداً. الله يحييكم. أبداً. حددنا في شهر خمسة، بس التاريخ بعلم فيه أبو، بنرجع النوتة عندنا في مواعيد، نخاف عشان لا تصير فيها موعد. لا المهم لا يكون يتصادف. بنرجع للنوتة. أول شيء بيض الله وجهك على هالدعوة وعلى هالجمع الطيب، وأعيد وأكرر وأقول بيض الله وجهك، جماعتنا مع معارف ومع أصحاب ومع قبائل، وهذا من طيبك. وبيض الله وجهك، بيض الله وجهك، والسلام عليكم. كلمة لراوي الحجاز الشيخ سعد عبد الله الذيابي. سعد بن عبد العزيز الذيابي. كلمة لراوي الحجاز الشيخ سعد عبد العزيز الذيابي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين القائل فما بكم من نعمة فمن الله، والقائل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونصلي ونسلم على سيدنا ورسولنا محمد القائل إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق، والقائل صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى خاك بوجه طليق. نشكر من جماعنا وبيض الله وجهه ولا ابن غريب الشيخ قعيد بن منور القعبوب وعياله واخوانه وبني عمه، وقد تعودنا على دخول هذا المحل العامر، نسأل الله أن يرزقه من حيث لا يحتسب ويخلف عليه ويبيض وجهه ويكثر أمثاله. وكذلك نثني على من كان سبب في هذه العزيمة وجمع الطيبين، هو العمدة عواض العضالة وربعه، فما هو مستغرب الطيب من أهله، كلهم طيبين، وحقيقة مهما نقول لا يمكن نوفيهم الكلام. أبو عبد اللطيف لو 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 تكرمت تعال قريب. حقيقة أخذن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، جبنا هدية رمزية وهي بشت وسيف، وأبو عبد اللطيف سيف من سيوف بني رشيد وبشت ضاف على ربعه وعلى أصحابه، والشاعر يقول البشت بشتك يا زعيم المطانيخ، والسيف رمز الكاسبين الجمايل، الجدي وسهيل اليماني ومريخ وقعيد القعبوب وفى الخصايل. الجدي وسهيل اليماني ومريخ وقعيد القعبوب وافى الخصائل،
مشيخ فعله وشيخ ولد شيخ وقدر رفيع ودايم على وايل من روس قوم وله مكانه وتاريخ بين النشامة متعبين على صايل. هذا رمز محبة يا أبا عبد اللطيف ولا أنت؟ الله وجهك. ولا أنت قدرك رفيع؟ أنت والله دايم وافي يا أبو فهد، والله أنك وافي دايم دايم. والله أنك والله أنك وافي وأنك وافي. ودنا أن نهدي تسم وزير لكن العجلة يا رجال الهدية قيمتها من صاحبها. والله والله أنها رمز محبة ولا قدرك رفيع. بيض الله وجهك. وجهك بيض الله وجهك. أبيات بهذه المناسبة فخي أبو عبد اللطيف، عذرا من الضيوف جميعا ومن بني رشيد جميعا الذين لم أذكر أسمائهم، فالقصيدة أبيات تسليمة على اللي جمعنا. وبيض الله وجه أبو عبد اللطيف. سلام الله على أهل الحفل والشعار والجمهور، سلام الله على أهل الحفل والشعار والجمهور، باسم ربعي عتيبه يا أهل التقدير والمجوب، على الذمن العسل لكن ساطع في وصوف النور، منقينه ومهدينه على النخبة ما فيه عيوب، يعمه للأدب ما هو عين أصحابه الأدب مقصور، وكلمة مرحبا للضيف قبل الزاد والمشروب، دعانا كسب المجاد شهم بالوفا مخبور، وإن قلتوا من قلت لكم قعيد من ورا القعبوب. استهل دعانا كسب المجاد شهم بالوفا مخبور، وإن قلتوا من قلت لكم قعيد من ورا القعبوب، سنافي من أهل الطيب واللي يحكمون الشور، ومقابلته ومقابل نخبة الشجعان عندي غاية المطلوب، سلايل عبس من قوم سلايل عبس من قوم زحول مجدهم مشهور، لبس بشتى المراجل ين نشامة مثل لبس الثوب، هل المنسف على السيف حدبنا طاحت الطابور، وابو عبد الله وابو عبد الله وابو عبد اللطيف منا لواي النادر محسوب، صديق صادق وجسر الوفا يا أهل الوفا معمور، على نهج النشافة على نهج النشامة ما يعرف المنهج المقلوب، على البيض منشورة سوات البارق المنشورة، زعيم الطيبين تحا طلب في علي المشذوب، عساه يعيش في عز وسلام وفي فرح وسرور، راعي حكمه وادب واخلاق
قيفي وقت اللزوم نوبه وبين رشيد الاخوه والجيره ومجد ودوره ومن حاول يجاريهم يا با يرجع وهو مغلوب هذه نبذه عن اصحاب الوفا وضحتها باسطوره تاريخ رجال الاصحاب المكارم ولا دم مكتوب وختم القول صلى الله على اللي بالهدى مامور نبي وضح المنهج صاحب حكمه وحسن اسلوب صلى الله عليه وسلم ابشر ابشر سلام الله على اهل الحفل والشعار والجمهور باسم ربيع تيبه يا اهل التقدير والماجوب الذ من العسل لك ان ساطع في وصوف النور منقينه ومهدينه على النخبه ما فيه عيوب يعم اهل الوفا ما هو يعم اهل الوفا ما هو عن اصحاب الادب يعم اهل الادب ما هو عن اصحاب الادب مكسور وكلمه مرحبا للضيف قبل الزاد والمشروب دعانا كاسب الامجاد شاه من بلوفة مخبور وان قلتوا من قلت لكم قعيد من ورا القعبوب اسنافي من اهل الطيب واللي يحكمون الشر ومقابل نخبة الشجعان عندي غاية المطلوب سلايل عبس من قوم زحول ومجدهم مشهور لبس بشت المراجل ان شامة مثل لبس الثوب أهل منسف هل السيف هل المنسف هل السيف هل المنسف هل السيف الحدب نطحت الطابور وابو عبد اللطيف من الاوائل نادر محسوب صديق صادق وجسر الوفا يا اهل الوفا معمور على نهج النشامه ما يعرف المنهج المقلوب على البيض منشور السوات البارق المنشور زعيم الطيب تحط لفعال المشذوب عساه يعيش في عز وسلام وفي فرح وسرور راعي حكمه وادب واخلاق في وقت اللزوم ينوب وبن رشيد هالخوه والجيره ومجد ودور ومن حاول يجاريهم يبي يرجع وهو مغلوب هذه نبذه عن اصحاب الوفا وضحتها بسطور تاريخ رجال لاصحاب المكارم والادب مكتوب وختم القول صلى الله على اللي بالهدى مامور نبي نوضح المنهج صاحب حكمة وحسن اسلوب سلامة الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مداخلة بسيطة ضيفكم الليلة عوض العضيلة يحمل لقبه الشيخ فيصل بن بندر الدويش ركن مطير ونشهد انه مو بركن المطير بس ركن الجميع الطيبين وانا واحد من صبيان البقوم اشهد له انه ركن جميع الطيبين ويستاهل ركن مطير وركن جميع القبائل شكرا للجميع اما الان هديه من الشيخ فرحان الخزيم للشيخ أقعيد الله يمسي على الجميع بالخير وندعو الله سبحانه وتعالى اللي جمعنا بهذا اليوم المبارك وهذا المكان الطيب أن يجمعنا في دار كرمته ولا عندي أكثر مما سبقني على هذا المنبر من الكلام عن الوطن وعن المرجلة وعن المدح والإطراء لبن قعبو ولكن ركن مطير يقول سبق بها عكاشة سبقنا وأطلب من الله ثم من هالوجيه أني بعده مباشرة وقعيد إن شاء الله أنه ما يرد لي طلب وأنتم كذلك قعيد ما يحتاج غنيا عن المدح والأطراء و صاحب جاء وجاهم من خيار ربعه ومن وجه القبيلة
ومهما قلنا لأنه في حقه، ولكن أنا طالبكم طلبة كلكم جميع القبائل بدون أعداد، أن توافقون أني بعد ركن مطير. خلاص تم. تقولون تم. تم تم يا ابن أخ. ونحددها إذا جلنا عند ركن مطير بيض الله وجهه، ومطير غني عن التعريف قبيلة ما يحتاج أن الواحد يشرح حمران النواظر ولا على القبائل الباقي قصور. وأقعيد مهما قلت، ومن تكرار القول أني أتكلم أكثر وبما سبق إن قال غيري، وأنا جبت له هدية تراثية وجبت له بشت ملكية، ولا ندري وش نرضي قعيد، ما هو راض عنه لو نجيب لك كل ما نملك، دائم يطبع المزيد. وبكتيفه بدون قصور بالحاضرين والشعراء، عليه فواتير واجب نبي نسددها في تلبية الدعوة مع الأخوة. وبيض الله وجهك عيد على جامعة هذه الوجهة الطيبة، وحنا ولله الحمد والشكر ما حنا قبائل، قبيلة واحدة، الوطن واحد والدين واحد، وكلنا لله الحمد والشكر، كل واحد على ثغر من ثغور الوطن، سوى المعلم والشيخ والشاعر. وشكرا لك عيد، وأرجو أن يتقبل هذه الهدية المتواضعة، ودامت أفراحكم ودام الله علينا نعمة الأمن والأمان، مثل ما وصى ابن عابس جزاه الله خير الحرص على أبنائنا من هذه الأمور اللي ما كنا نعرفها، الأعداء يدسون السم بالعسل وانتشرتها، الحين ما عاد في السرية، يعني كل شيء على الهواء مباشرة، ولكن الله يحمى وطننا ويحفظ قيادتنا ويديم هذه النعمة الوطنية، فهذه نعمة الإسلام، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى اللي ألف بين قلوب المؤمنين بهذا البقع الطيب الطاهر. وشكرا. الله يجزاكم خير، وإن شاء الله أنكم تممتوا الدعوة كلكم يا أبو عبد اللطيف. لا ما رح ندور عليك دورة، بس ما شاء الله يقويك، بس جهز بعد الله طير جهز. الله يسلمك، الله يكثر خير. مساك والله بالخير. في رجل خدم القبيلة أكثر من 35 سنة، وهذا يشكر عليه، ويعلم الله إن ما وفيناه حقه، وهو كان عضو مجلس البلدي بمحافظة الحائط، هو الأستاذ بشير ابن سعد. وهذا الرجل والله لو نمدح فيه مهما نقول ما نوفي حقه، فأنا أهدي عليه بشت. أبو عبد الله تفضل، تفضل أبو عبد الله، وأنت والله تستاهل، لأنك خدمت القبيلة وخدمت الوطن أكثر من 30 سنة، ومهما قلنا فيك والله ما نوفيك حقك، لا في المجلس البلدي ولا في مكانك الآن، وهذه رمزية، ما هي حقك أكبر من كذا يا أبو عبد الله، أقسم بآيات الله إن ما نوفيك حقك، وإنك خدمت قبيلتك في جميع المجالات، فلك منا جزيل الشكر، فلك منا جزيل الشكر يا أبو عبد الله. كلمة للشيخ منزل مطيران العنزي. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، ما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اخوي عبد اللطيف، اخوي ابو عبد اللطيف الشيخ قيد، من الرجال اللي يعني يعجز الانسان او يعجز اللسان والبنان عن الوفاء في حقه، الا ان عندي كلمه واحده سوف اقولها له، وارجو ان لا يفهمها غلط، هو دائم يفهم كلامي غلط. اقول وهني قبيلتك فيك، بس هذا اللي نقوله، اقول وهني قبيلتك فيك. يا ليت عندي بس من شكلك لو اثنين ولا ثلاثه. اسال الله ان يحفظك اول شيء، وان يوفق طبعا من دون رده في قبيله عنزه او في القبائل الاخرى، كل في حقه، لكن انا مهيم ومتيم بافعال هذا الرجل. اسال الله ان يوفق التوفيق المبارك، وان يبارك له في ذريته، وان يبارك له في ماله، وان يبارك له في وقته، وان يبارك له في جميع ما حوى، وان يجعل منزلته في الدار الاخره خيرا من منزلته في الدنيا. هذا اللي انا اقدر ادعي لك فيه. اما غيره والله لو في شيء ثاني اقدر اقدمه لك غير كذا، لكن ما اقدر اسوي لك غير كذا. حفظك الله من كل مكروه، ويسر الله امرك. قعيد دائم يعلق علي يقول انت شاعر وانت طبعا انا ماني شاعر، يمتحنوني بكلمة شاعر وانا ماني شاعر، لكن فيه مواقف احيانا تحصل للواحد، وحنا يلي الحان ابيض هذولا عندنا اشكالية كبيرة. اذا جاء الواحد يراجع خصوصا بعد تانيث الوظائف، بعد تانيث الوظائف حطوا على الكونتر بنات، فإذا جينا قالت يا عمي، وهذه والله كلمة ترى صعبة علينا شوين، ها نقبلها من الشاب، ممكن نقول للشاب إذا قال يا عمي نقول والله الله يبارك فيك، لكن إذا قالت إن واحدة يا إخواني ممنوع التصوير، الكلمة هذه ممنوع التصوير حتى ما تنتشر. ففي يوم من الأيام راجعت حدا المواقع، ما ودي أسمي حتى ما نصير في ورطة، فلقيت واحدة من الأخوات والبنات سبحان الذي خلقها، طبعا أنا ما أدري حمراء سوداء بيضاء، إلا أنها قالت لي يا عمي، وهذه الكلمة أزعجتني شوي. طبعا تزعج، لا نجامل أي واحد لحيته بيضاء تراها تزعج هذه الكلمة. فأنا جالس سويت أربع أبيات وعطيته إياه وأنا جالس، قلت خذيها وقبليها هدية مني. والله ناظرت فيها وقالت كثر الله خيرك، قلت وخيرت. واسمحوا لي يا شباب ترى مي بغزلية ها، لكن أحيانا الأبيات تجبر الواحد أو الظروف أو الموقع يجبر الواحد أنه يتكلم. سم تبغونها موال ولا بلهجة عنزة جينية ها؟ تبغونها جينية؟ طبعا هذه البنت اسال الله ان يحفظها وان يوفقها، طبعا انا ما ادري هي حمراء هي بيضاء هي سمراء، الا انها بس قالت يا عمي واحرجتني بهالكلمه. فقلت لها يا بوين هيدان اليوزمي حيرها للصنف صوفي طلب كلات قولي يا عمي طلب كلمات قولي يا عمي لو العالم تمش يوفو كلمة بها تحرق الدمي وتزيد بالقلب عصوفي ما هو كبر زايد همي كبرني أرجو أن لا يفهم منها أني أحب الغزل
والله أول قصيدة غزلية قلتها في حياتي، فسامحوني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. كلمة للشيخ غزاي ناصر الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنها أسعد الأيام اللي شوفنا هالجهة الطيبة من الجميع. بارك الله بأبو عبد اللطيف اللي خلى نشوفكم ونتعرف عليكم. وأنا ما أنا شاعر ولا أنا شيء، والكلام كله قاله أبو عبد اللطيف واللي بعده الرجال على توصية الوطن والحفاظ على الوطن جميعا يعني. ولكن لي طلب عندكم، وإن شاء الله أن الركن السادس على ما قال هو اللي يحدد لنا، فإذا ما سبقنا أحد اللي بعده فحنا الثاني. نبيكم تزورونا بمحافظة شنان. أما كلمة شيخ، أنا تروني ما أنا شيخ من عرض ربعي، ولا أنا شيخ والله، لا والله ما أنا شيخ. وأعزمكم أنا غزاي بن ناصر الشيشي من أغرير ومن الأسلم وفيكم، ولكن نحب أنكم تجون بمحافظة شنان. متى إن شاء الله؟ بعد عزيمة أبو مشعل واللي بعده عاد برضو حنا ما نتعدى عليه، ولكن نطلبكم طلب متوجهين عليكم أنكم توافقون. والله يا جماعتي إنهم كلهم عيال عدي بن حاثم الطائي كلهم كرمة ويكيفون ينبسطون عليه، وبكم ترفعون راسي عندهم. وهذا الكلمة اللي عندي، وما قصروا والله كلهم، والحفاظ حمى الله وطننا من كل مكروه، والله يجعلنا يديم الأمن والأمان علينا ويحفظ ولاة أمرنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للشيخ ناحي سليم الجهني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة ومحبة في الله، لأن هي البازية. ثاني شيء نشكر أبو عبد اللطيف الشيخ قعيد بن قعبوب على الجمعة وعلى المجلس المفتوح وعلى محبته للناس الطيبين وحب الجمعة، وهذا ليس بغريب على أبو عبد اللطيف. والحقيقة أن له مكانة في صدور الرجال، صدور أهل المكارم، ونغبطه على هذا، لأن الغبطة مباحة والحسد ممنوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته مثل ما جمعنا هذه الليلة في المجلس المبارك. والصراحة الليلة أثرانا معزبنا عن الوطن، والوطن فعلا الوطن له مكانة كبيرة، ولا وجود لمواطن إلا في الوطن. فكفوا وفوا من قبلي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لمعزبنا فيما أعطاه، وأن يصلح لذريته، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. و الحقيقة أن في الصدر لكم جمعة، ولكن من سبقني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم التنسيق بعد معازيبنا اللي عزموا، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للشيخ سالم سلامة العطوي. ها؟
شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواني وزملائي جميع المملكة العربية السعودية أحبابنا بقيادتنا خادم الحرمين الشريفين وعني مطاياي لأبو عبد اللطيف، والله يجمعكم في جنات النعيم. وأنا من تبوك سالم سلامها المصبح العطوي، والله أن أبو عبد اللطيف إني لو ودي حج ولا تهون العمرة إني لا ألحق له حدود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيبنا يا كل أصحابه ما فينا اللي خطب له، وأبو عبد اللطيف لازم نجوزها الليلة. وسلامتكم على الله. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك، ما قصرت. كلمة للشيخ عتيق مسفر بن شويلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هالوجه الطيبة، ولكن حنا ما عندنا كلام نقوله أكثر من ما قالوا الشيوخ. ونحيي فيكم في محل من حياكم، في محل الشيخ القعيد بن قعبوب، وهذا ما نعتبره محل ابن قعبوب خاص، هذا نعتبره محلنا البني الرشيد. وأنتم الله يجزاكم خير على دعوة الشيخ ابن قعبوب وعلى تكبد عن السفر. وندل على شيء إنما يدل على علمكم الغانم وطيبكم، ومعوديننا دائم على العلم الغانم. ويا مرحبا أهلا وسهلا بكم، كما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويحفظ بلادنا ولاة أمرنا وسميع مجيب، وأن يردكم سالمين غانمين إلى أهلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع الشعر، الشاعر ساير عيسى القعبوبي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع، ويا هلا مرحبا. بيض الله وجيهكم على الحضور، ونشرف بيض الله وجه أبو عبد اللطيف على جمع الوجيه المباركة. من هاجس ما يقبل الكل تأخير، يقدح من الشعر الجزل جزل تله. يا هاجسي سطر من الشعر تسطير، خلك على المعنى الجزل فاطن الله. حللتم أهلا يا الوجيه المسافير، على النقا والعود والطيب كله. يا مرحبا عد المزون المزابير، اللي رعدها بالمزون المطلة. في محفل فيها الدلال المباهير، مدهال فيها الطيب دقه وجلة. يا مرحبا فيكم من كبير وصغير، يا مرحبا فيكم من كبير وصغير، ومن بعدها الترحيب يقفاه دلة. والعود الأزرق حط وسط المباخير، عطر النشام اللي حفو احتله. لا أنتم. والعود الأزرق حط وسط المباخير، عطر النشام اللي حفو احتله. بضيافة اللي ما يحسب المخاسير، له مجلس إن كل النشامة تدله. عليكم السلام. لا أنتم. بضيافة اللي ما يحسب المخاسير، له مجلس كل النشامة تدله. ضيافته اللي ما يحسب المخاسير، له مجلس كل النشامة تدله. هذا بن قعبوب شيخ الطوابير، كل المزايا الطيبة عادت له. هذا بن قعبوب له بالكرم خير، كل بفعل المرجلة شاهد له. مقدام عبس بوقفته يا المناعير، قدم الصفوف الأول هو محله. مقدام عبس بوقفته يا المناعير، قد مصفوف الأول هو محله. شيخ على الطولات ورد ومصادير، رمز القبيلة كان جات ساعت الله. لا أنتم. نجم لمع بين نجم لمع بين أنجوم المشاهير، ما كنا هلا سهيل في لمعت الله. ومني تحية للقعيد وتقدير، جبلته يا طيبها من جبله.
وباختصرها لا طول المشاوير ما قل دل بمحتوى الشعر كله أنت فوق المدح شيخ وامير ودليلك أفعالك بثبت الأدلة لهن. وباختصرها لا طول المشاوير ما قل دل بمحتوى الشعر كله أنت فوق المدح شيخ وامير ودليلك أفعالك بثبت الأدلة عز الله أنك داهية من تبصغير كبير عقله لا يجي منك زلة عز الله أنك داهية من تبصغير كبير عقله لا يجي منك زلة أنت هل يا من صار بالوقت تغيير عز الله أنك للحمل مرتكله واختام هالعذر ذا فيه تقصير العذر مني لها الحفل كله سلامتكم وجهك أبيض أهنتم صح لسانك وبيض الله وجهك شاعر ساير أما الآن مع الشاعر المبدع شاعر المستقبل الشاعر عبد الرحمن بن خشمان أرحب السلام عليكم مساكم الله بالخير جميع اللي قبلي كفى ووفى ولا قصر وبيض الله وجيهكم جميع قصيدتي من بنات الفكر منقية قصيدتي اللي احضرت ما هي بعادية قصيدتي تلفت الانظار بك مالها مقدمة بالوفا والنية النية النية من ندح شاعر الربع اضاف ينطيبه ناس الولد شيخ قوم يحتمل هيا ما عليك زود قصيدتي من بنات الفكر منقية قصيدتي اللي احضرت ما هي بعادية قصيدتي تلفت الانظار بك مالها مقدمة بالوفا والنية هالنية من ندح شاعر الربع اهضاف ينطيبه ناس الولد شيخ قوم يحتمل هيا من يوم صغري يوصيني على ربعي وعلى رعي الطيب والكفة الرهاوية وانا على هقوة الطيب اللي اجاني يبشر بما جلا وانها بحد جنبية وانا على هقوة الطيب اللي اجاني يبشر بما جاء لو انها بحد جنبية ويا مرحبا عند ربعي وابرك الساعة ترحيب طيبة بالطيب مثنية يا مرحبا عند شيخ مبين ذكره ترحيب طيبة بالعود مكسية عند القعيد حفيد العز والهيبة شيخ على الطيب وبعيدها قوية كفوك الطيب يا مرحبا عند شيخ مبين ذكره ترحيب طيبة بالعود مكسية عند القعيد حفيد العز والهيبة شيخ على الطيب وبعيده هقاوية شيخ ولد شيخ يرحم راس من جابه الشيخ اللي خذ ما هي بعارية عند القعيد حفيد العز والهيبة شيخ على الطيب وبعيده هقاوية شيخ ولد شيخ يرحم راس من جابه الشيخ اللي خذ ما هي بعارية ويا ضيوفنا مرحبا والله يحييكم على الشحم واللحم مع ريح برية ترحيب تنوافية من طيبها تشابه ترحيب حاكم بحكام السعودية ويا ضيوفنا مرحبا والله يحييكم على الشحم واللحم مع ريح برية ترحيب وافي ترحيب تنوافية ومن طيبها تشابه ترحيب حاكم بحكام السعودية ويا مرحبا عند ربعي وابرك الساعة ترحيب طيبة والنية هالنية وسلامتك وصح لسان وعذرونا على قصور وصح لسان الشعار اللي قبلي وكفى ووفى بيض الله وجهك الشاعر عبد الرحمن أما الآن مع الشاعر الكبير شاعر النظم والمحاورة شاعر غني عن التعريف بقصائده الجزلة الشاعر حردان مفضي القعبوبي مساكم الله بالخير جميع الله يبيض وجه أبو عبد اللطيف على هذا الجمعة وشوفت هذه الوجيهة الطيبة وأنا والله أني أحاول أشارك قدر الإمكان لكن اعذروني يعني اللي إذا جاء قصور فهو مني وأنتم مكملين.
وسبق اني قلت هنا في شو اسمه في هذا المجلس الطيب. تعال ارفع شوي، ارفع على الصوت. سبق ان دعانا هنا واقول الله يبيض وجه من يفعل الطيب، والله يجمل كل راعي جماله، والله يبقي محتمين المواجيب، والله يظل أهل الوفا في ظلاله، والله يسلم طيبين القعابيب اللي لهم بظلم بادي شكاله. أحد اللي يجزل معك سد المطاليب، واحد يحورف والبلا في حثاله، واحد اللي منه عطى يعطي الجيب، واحد لو يعطي سبح تضع قباله. أنا الليلة مخالفنا الربع كلهم، أنا عندي قصيدة في ركن مطير أبيات، وأنا والله يوم قالوا لي بالنسبة لعبد الله غالين عندي، وسبق أني مدحت فارس الحميدي الدويش مدير شرطة الدمام أبو سبعة وفيصل الله الله، فأقول يا سلام الله سلام فيها روح حساس شاعر، وفي سجات الوفا مثل الظروف السرمدي. يا سلام الله سلام فيه روح إحساس شاعر، وفي سجات الوفا كثر الظروف السرمدية، المشاعر غالية عندي مثل ما كنت خابر، والشعور الحي باقي حي والأجواد حية، المشاعر غالية عندي مثل ما كنت خابر، والشعور الحي باقي حي والأجواد حية، والله أني لا ذليل ولا قليل ولا مكابر يوم أقول إن كل راعي طيب لحق علي، والله أني لا ذليل ولا قليل ولا مكابر يوم أقول إن كل راعي طيب لحق علي، والقصيد يقال في مدح الملوك وفي المنابر بالحروف المبهمة ولا الحروف الأبجدية، وانت يا عواض ركن مطير حمران النواظر الرجال أهل الثلاث المعجزات العالمية، أنت يا عواض ركن مطير حمران النواظر الرجال أهل الثلاث المعجزات العالمية، عزوة المعروف فيكم كابر من بعد كابر، وفي مثل شرواك يا عزوة السيوف العبدلية، يا العضيلة يا العضيلة بل وفا تنهي وتامر، أنت رمز من رموز مطير صبيان الحمية، والله أنا يا أبو مشعل نمدحك غايب وحاضر، طيب ساس وطيب راس وطيب عرف وطيب نية، يا أبو مشعل جعل يفدونك بزيفة المظاهر لعنب وراس ما تملاها المعزة والحمية. ما عليكم زود، أبا أستعرض لكم بعض مقتطفات بس علشان يقول يا الله يا الله يلي تعلم الخافي، يا خالق الخلق يا ناصر مظاليمة، عونك على ثقل ضيم الوقت يا كافي، ومدك ولا منة اللي ما بهم شيمة، رجاي في خالقي عن واحد جافي، ما هم معطيك من تينة هم من ليمة، أصبر وأنا كن ما بوجهد الخافي حتى تبين على وجهي مراسيمة، يزين مد النظر في راس مشرافي، وشوف العشاير وشوف البيت والخيمة، وريح الهوى في فياض النقعها صافي، عندي ساوي حياة ما لها قيمة، ما كل من يفعل المعروف وفي انشافي يا كثر ما ضاع عندك قليل الشيمة. يقول بعض المجالس مالنا فيه مقعاد، واللي يجي يمه قليل صلاحه، حتى لو انه من بني عم واحفاد، ما من ورا الانذال للبال راحه، بيني وبينك عرف والعرف لا عاد، واللي نجح يدفع ضريبة نجاحه، راع الوفا والطيب والجود يا بجاد، يفخر بشعري وافتخر بامتداحه، يا بجاد ما يستنكر الملح والزاد، الله صبي نايشته السحاح، اللي عرفت من التجارب والأمجاد، اللي عرفت من التجارب والأجداد، واللي فهمته بالغضب والسماحة، اللي معك بالجد خلك معه جاد، واللي صريح معك عطه الصراحة، وجدي وجود اللي حكم سور بغداد، أمست معه واخذت منه في صباحة، واليوم من بين الروافض والأكراد، مستيسرة مستعمرة مستباحة، هذا وجودي كان هبت وجاد، يملاح ينطروق الأيام لاحة. فيها أبو
يقول يا الله يا عالم خف الغيب بالغيب، يا من عليك اتكلت مالي وما بي، يا رب اسال رضاك معنا وتوجيب وعفوك وغفرانك وحسن المآب، يا قاضي حاجاتنا والمطالب ما فيها احد بينك وبين حجابي، للصدق في مضمون شعري مقاضيب، والناس يدرون الخطا والصواب، ولا الكلام بلا مضامين تركيب مثله مثل خرج بلي زهابي، ما يقدر الفزعه ردي المجاذيب، ولا ينكر الواجب عزيز الجنابي، والطيب وهبه والجمايل المكاسيب، والبخل ما شيخ كبار المخابي، واللي يدور في رفيزه عذاريب، اما قليل احسان ولا مرابي دامه يقدم لي سلام وترحيب، مسامحه لو ذمني في غيابي، اللي قدم دامه يقدم لي سلام وترحيب، مسامحه لو ذمني في غيابي، البارحه في خاليا مهما ريب دخلت في جو سرابه سرابي، في معزل سربال دوه دوالي بهيم من مابي، وانا كن مابي وانا جروحي وسط روحي مع طيب ومبطي، وانا تسامن بروحي صوابي، والغدر طبع انسان والمتهم ذيب، يا ميله بيض الغتر والثيابي، واسمحوا لي ام بالنسبه للغزل والله لا عندي غزل ولا خبر نع ولا خبر مرح، شقتني في حياتي. بيض الله وجهك يا ابو سلطان. الشاعر مشعل منصور المضيبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. حي الله طحاطيح القبائل المضارب عبس عند الشيخ قعيد القعبوب، وبيض الله وجهه وبيض الله وجيهكم على تلبيتكم الدعوة. من هجوسه الشاعر اللي على الشاعر كليف، كل ما وندق براسه تصافق جولها، ارتوت من قمة الذوق والابداع كيف، وقوتها مرجان سبع البحور ولولها. من هجوسه الشاعر اللي على الشاعر كليف، كل ما وندق براسه تصافق جولها، ارتوت من قمة الذوق والابداع كيف، وقوتها مرجان سبع البحور ولولها، سقتها من غار عنتر لابو عبد اللطيف في عصا بيض النوايا وجت بحمولها. الله يحييك. سقتها من دار عنتر لابو عبد اللطيف في عصا بيض النوايا وجت بحمولها، ويوم وصلت بالسلامه برمح حد سيفه بقول اللي لزوما حضرت اقولها. ويوم وصلت بالسلامة برمح حد سيف أبقول اللي لزوم أن حضرت أقولها، مرحبا باسمها للطيب والمبدأ الشريف، عد ما هلت بطون النصوب اذعولها. ويوم وصلت بالسلامة برمح حد سيف أبقول اللي لزوم أن حضرت أقولها، مرحبا باسمها للمجد والمبدأ الشريف، عد ما هلت بطون النصوب ثعولها، وعد ما ينبت من الوسم لفصل الخريف، وعد ما حالت عليها السنة بفصولها، في مطاني خلق بايل نرحب ضيف ضيف من مشدر حالها لمقر حلولها. في مطاني خلق بايل نرحب ضيف ضيف من مشدر حالها لمقر حلولها، كل ضيف انقلطه قدر في صدر المضيف، في مباح الشرع سلم العرب ودلولها، عند شيخ كل ليلة على مجاده يضيف من مشايخ عبس وابطالها وزحولها. استاهل. عند شيخ كل ليلة على مجاده يضيف من مشايخ عبس وابطالها وزحولها، راعي يقلط فوت يا ضيف والقلب النظيف، ما نسولف كلمة غايب مدلولها، القعيد منبع الجود ومزبار الضعيف، ما تعرف كالري يجيل غير فعولها. استاهل. عند راعي ارحب فوت يا ضيف والقلب النظيف، ما نسولف كلمة غايب مدلولها، القعيد منبع الجود مزبان الضعيف، ما تعرف كالري يجيل غير فعولها، من قعابيب الشجاعة من ناصرة الحليف.
تصغر كبار المصاعب اللي قاموا لها. استاهلون القعبيب. من قعبيب الشجاعه من ناصرة الحليف، تصغر كبار المصايب اللي قاموا لها، من هل النصر المحقق مخوفته المخيف، يرهب العدوان اثر جيشها وخيولها، عبس بوجيها العدا كنها الطود المنيف، ومن يطاولها امتى عبس ما هو حولها. عبس بوجيها العدا كنها الطوط المنيف، ومن تطاولها امتى عبس ما هو حولها. رغم نوف عدايها ما لها، رغم نوف عدايها ما لها هيبتها وصيف، عبس هيبتها على طول، على طول الارض، على عرض الارض وطولها، ولا نقلل من حقوقها على السيف الرهيف. كل دار فعلها لها يجي مرسولها، وقبل لختمها على الرحب يا النفس العفيف، عند شيخ كل طاله يديه طولها في مضارب عبس، حياكم الله ضيف ضيف. هذه اللي ملزم لو وقفت اقولها. سلامتك. بيض الله وجهك وصح لسانك. تستاهلون. الشاعر حامد العضيل أنطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا ما سويت قصيدة، لأن الربع قالوا لازم تجيب قصيدة، وأنا والله ما سويت إلا بيتين الحين وأنا جالس، وأرجو المعذرة من الجميع. يا سلام الله على قوم الحليفة، من بني عبس الرجال أهل الحمية. يا سلام الله على قوم الحليفة، من بني عبس الرجال أهل الحمية، عند منه مكرم جاره وضيفه، عند ابن قعبوب مقدام السرية، عن مطير أهل المواقيف الشريفة، للجميع أهدي سلامي والتحية. أعذرنا يا الربع. عسى ربي يعز الدين ويخلينا لسعود، ذرانا عن سموم الشمس لنحميت سعايرها، طفت بوجودهم كل الفتن والطرد والمطرود، ولا عاد القبائل بينها تذكر خسائرها، وبعد الزعزعة والمعمعة صارت سهود مهود، وخطاب المساجد للهدى على منابرها. وعسى ربي يعزك يا ملكنا غاية المقصود، قلوب الشعب في حبك تعبر عن مشاعرها، وعز الله ولي العهد درعك سيفك المجرود، صعيبات العلوم بحكمته دايم يصخرها، وحنا في رغد نعمه. عسى ربي يعزك يا ملكنا غاية المقصود، قلوب الشعب في حبك تعبر عن مشاعرها، وعز الله ولي العهد درعك سيفك المجرود، صعيبات العلوم بحكمته دايم يصخرها، وحفظك الله يا شعب حماة للوطن وجنود، جنود بايعت حكامها وتطيع أوامرها، وحنا في رغد نعمة علينا مثلها محسود، نسأل اللي عطاناها علينا لا يغيرها، عطانا الأمن والإيمان والنعمة بدون حدود، يبى منا الثناء والشكر والنعمة نقدرها. وصلى الله عدد ملاح برق وما تهب النود على الهادي محمد زيرة ربي معطلها. السلام عليكم. صح لسانك. الشاعر بادي شجاع العتيبي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا بقوم بالدور اللي قعيد ما قام به، عزم وكرم وما قصر، كل شيء جابها إلا قصيدة في ضيوف مطير ما قالها، قصيدة مطير عندي. لأن مطير ضيوف أبو عبد اللطيف وخوالي. علي وجوب للنشامة ولي وجوب، أعرف الوجوب اللي أعرف الوجوب اللي عليه وما جوبي، أسدد وقارب والرزق
والأجل مكتوب يا كثر الوجوب اللي لها وجهة صوب ظروفها الحياة من أمس فنجالها مشروب ظروف الحياة من أمس فنجالها مشروب لو أن المشاغل تسوم والوقت محسوب ينبدن على دعوة قعيد القعبوب رفيد اللبس ثوب الوفا لبسة الثوب يعد من أدنى عزوتي لا بدالي نوب لو أنه ما هو لو ما هو انفاعي ولا نبقى عبوبي يا مفن يا الحيين يا محيا الأموات مرسل الجبال الشامخات الرواسي يا مفن يا الحيين يا محيا الأموات مرسل الجبال الشامخات الرواسي بلا عمد عليت سبع السماوات وعرشك عليهن كلهن امتواسي عونك على نطحة وجيه المهمات لأهل الوجوب وجوب والوقت قاسي عونك على نطحة وجيه المهمات لأهل الوجوب وجوب والوقت قاسي لجتني الدعوة من مطير بالذات يزداد شوقي للحضور وحماسي لو تجي وانا ابن اخ العبيات حط العراجي واسمهم فوق راسي لجتني الدعوة من مطير بالذات يزداد شوقي للحضور وحماسي لو تجي وانا ابن اخ العبيات حط العراجي واسمهم فوق راسي لي وعلي لهم وجوب كثيرات طيب مخولهم لي ومن طيب ساسي واليوم دحتهم طير ماني بقتات قوم نحماهم بالجدم ما يداسي لي وعلي لهم وجوب كثيرات طيب مخولهم لي ومن طيب ساسي واليوم دحتهم طير ماني بقتات قوم نحماهم بالجدم ما يداسي يوم الزمان مخيف ولا من فلات هذا يصابح ذا وهذا إيماسي يا مخلى وسروج المهار المغيرات بالمرهفات وبأمهات الكراسي يوم الزمان مخيف ولا من فلات هذا يصابح ذا وهذا إيماسي يا مخلى وسروج المهار المغيرات بالمرهفات وبأمهات الكراسي يوم البرى مردود والخيل عجلات حريبهم يحرم عليها النعاس هداتهم مثل النمورة المجيعات ومداتهم تغنى الفقيرة الفلاسي مطوية التاريخ تشهد الممات وللحي على بحر المكارم مراسي ماني بقايل قول ما فوقه إثبات ولاني بلابس ثوب ما هو مقاسي انشد مشذوبة وانشد العذريات ما هي سوالي فلتذوب الهلاسي السلام الشاعر مناور انطيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم من حضر من حمران النواظر وفي مقدمتهم الشيخ عواض بن عوض العضيلة ركن مطير واللي سماها ركن مطير فعله بمنى وشهدوا له المشايخ اللي شهدوا وهذا فخر لنا ولا اللي فيه خير فأنا هني الشيخ قعيد وربعه وقبيلته على العلم الطيب وعلى نجاح الحفل ونشكرهم على حسن الاستقبال والضيافة وهذا ما هو غريب على بني رشيد وعلى قبائل عبس الطيب ما يستغرب من أهله أهل وفا وهل كرم وهل شجاعة ولا ننسى صاحب لنا وجار لنا وفي دائم معنا والشيخ حمد أبو مساعد ورانا بالمكالمات بالتلفون لن حتى يحضرنا هنا فنشكره وهو يستاهل لنا رعي وهو دائم معنا الشيخ يعيد يقول نبغى القصائد كلها للوطن وهو كلامه مكانه والوطن لحق علينا كلنا ومشاركتنا احنا قام عنا ابن اخينا
والشاعر حامد، فلكن لازم ان نجيب شيء لو بيتين سويتها وبجيبها كالقوطة. يا سلام الله على قعيد وربعه والضيوف الليل فو من كل ديرة. يا سلام الله على قعيد وربعه والضيوف الليل فو من كل ديرة. الوفي ما يختلف شكله وطبعه والوفا موجود في كل العشيرة. باسم ركن مطير مع خوياه سبعة، باسم ركن مطير مع خوياه سبعة، وباسم كل مطير وباسم كل مطير ينعى يشعل أرض الجزيرة. علم المشاركة فهي وطنية، الوطن له حق، أنا وهذه قد سويتها في عيد الوطن. بعيد الوطن واجب ملكنا نهنيه وولي عهد جعل ربي يتمه، حق علينا مثل فرض نصليه، أمانة فرقابنا ودين ذمة. أحب الوطن ما يعرف غير راعيه، صلي على ثراه ويسقيه دمه. ورعى الوطن لا يمكن أن يخليه، ما له وطن غيره يبي يروح يمه. ورعى الوطن حبه عن الزاد يكفيه، يكفيه اليوم يكفيه عن الزاد، يكفيه هواه عن الزاد يوم يومه يشمه. عانه على الحد الجنوبي إلى ضيه، كم واحد يرجونه أبوه وأمه. اللي مصاب جع ربي يعافيه، واللي توفى رحمة الله تعمه، وصلاة ربي عد ما شوف ووحيه على نبي دين الإسلام تمه. أو سلامتكم اسمحوا لنا. الشاعر صقر الحمادين. بسم الله الرحمن الرحيم، يمسي على الحضور بالخير. يقول ما هو غريب الطيب من منبع الطيب، وشلون نستغرب من الغيمة الأمطار. الشيخ قعيد يردنا عن المدح، والمدح يعود عليه وهو يستاهله، والمدح في مثله شرواه والله أنه ينقال، ويعطي الشاعر على جوه. يقول ذكرى الحياة والطيبين يبين، جينا على ذكره مع وافد من قبيلة عتابة، وأول مرة أشارك عند قبيلة بني رشيد، ولنا زملاء نفتخر فيهم أطيب الرياجيل وغالين على قلوبنا، والمنبر ذا غالي على قلوبنا، وتسلمون على الكلام الطيب اللي منكم. وأقول وعمار السامعين الطول، بسم الله الرحمن في باد الأقوال، وباسمه تهادينا دروب السلامة، الواحد المعبود في كل الأحوال، الواحد المعبود في كل الأحوال، رب على عرشه تعلم قامه، من بعدها قاف الشعر للوفاء نال أعلى وسام وزاد فينا احترامه، ما دام سقنا القاف في درب الأفعال اللي خذا فعله بوافي سهامه، ما دام سقنا القاف في درب الأفعال اللي خذا فعله بوافي سهامه، قعيد القعبوب للطيب يشتال، راس يروس من بيوت الزعامة، شيخ يروس القوم شراب فنجال، قسمه خذاه بكل عزم وصرامة، يستاهل. قعيد القعبوب للطيب يشتال،
راس يروس ومن بيوت الزعامة، شيخ يروس القوم شراب فنجاله، قسمه خذاه بكل عزم وصرامة، يعطى العطا ويجود بالجود لقاله، مورث له فعل أبوه وعمامه، بيته لضيفه بيته لضيفانه وشرواه مدهال، وترحيبه لضيفه من أجزل كلامه، بيته لضيفانه وشرواه مدهال وترحيبه لضيفه من أجزل كلامه، والبن الأشقر جوف رسلان هدلال، والعود الأزرق وسط بيته علامة، أخوي جنبه ما يحسب للأنذال، يرقى سنوده وعطاه اهتمامه، وجاره يعيش بجيرة تشرح البال، ما هو من تبرد صلايب عظامه، من روس قوم تكسب الجاه والمال قوم ما تقبل بالضعيف الهلامة، من روس قوم تكسب الجاه والمال قوم ما تقبل بالضعيف الهلامة، قوم تشيل الحمل لو زادت أحمال، والكل منهم عاش دور القرامة، بني رشيد مطوعت كل عيال اللي لهم في عالي المجد هامة. تستاهلون. قوم تشيل الحمل لو زادت أحمال، والكل منهم عاش دور القرامة، بني رشيد مطوعت كل عيال اللي لهم في عالي المجد هامة، قوم مثل مدس قوم مثل مزن السماء دوم همال فزعاتهم تشفي مطاول هيامه، أبطال من تركة رياجيل وأبطال وخصام في وقت تعدى الخصامه، قوم تجي للحرب رجلي وخيال فرسان في وقت يزيد احتدامه، خيالهم كفو وللخصام قتال ينصع دوه لين يمسك خطامه، يا من بهم من صابها الضعف وجفال نصر الضعيف اللي عنا الوقت ضامه، وأهل كرم أهل كرم في وقت يضرب بهم ثال يوم جوع الرجل مثقل عظامه، وعلومهم ذربة وهم ناس عقال، وإعلامهم يصدق بصدحة إعلامه، تاريخهم ناصع توارثها الأجيال، ورث الولد من والده للقيامة، وأنا عتيبي ولي على الأرض منزال، ما عليكم زود ولا هنتو، وأنا عتيبي ولي على الأرض منزال، عقيد شعر الشعر حبه ورامه، وربعي عتابه للفخر صيت وفعاله، وما فيه مجد الا ولبسه وسامه، وسلامتكم من غير قصور فالحاضرين وكل يعد فعله، والله يطول اعماركم. الشاعر غالب ابو كتيفه. الله يسعد مساكم جميع. في الحقيقة أن القصيد واجد، ولكن أبو عبد اللطيف أحكامه علينا بعض الأحيان فيها شوية قساوة، ولكن ما نقدر نقول إلا سم. يقول القصيد اللي قديم لا تكررونه علينا، ولكن ممكن اني بعض الاحيان بعد اسوي عليه عصيان واشوف لي مخرج. في ابيات في هالمناسبه واقول: يا بادي انهض يا طليج الحجاجين، يا الصامل اللي ما يبور بخويه، شيك على الفكسار ذا الحين ذا الحين، اليوم ناويلي وانا اخوك نيه، عطه من البنزين 95 لين يتشفى الزود عن تانكيه، عجل ترانا يبيض الوجه عجلين، الجو ممطر والمسافه شويه، نبى نسير يم قومنا عزيزين في منطقة حايل وهاكا أنحية، قوم على طيب الفعول متواصين في السلم والإسلام والجاهلية، دعوة تقعيد عندنا نبى نسير يم ربع عزيزين في منطقة حايل وهاكا أنحية، قوم على طيب الفعول متواصين في السلم والإسلام والجاهلية، دعوة تقعيد عندنا قبل شهرين، والطيب لها الحق
والأولوية راعي هلا يا مرحبا والنبى الزين وجه الكرم والكرمها الحاتمية في مجلس الطيب عسى أيامها سنين تلقى الشحم والطيب والشاذلية يا جعل يفداها الذي فعلها ادوين اللي على ربعة توقد أضوية وسلامتكم جميعا. مشاركة عبارة عن نصيحة للشاعر عبيد مسعود النفيع العتيبي. الله يمسيكم بالخير. نشكر أبو عبد اللطيف على جامعة الوجهة الطيبة. وأنا بعد الشعار هذا له أوامير الشعر رصيدهم ما ينقص وأنا مثل اللي على بند الأجور راتب 1000 ولا 2000 اللي أسحبه قاعد حسابه صفر. هذه أبيات تسليمة أول قلناها أنا بنعيدها لكم. من مكة هم القرى ومن المصيف الديرة اللي نقي جوها عداد برق اللي أجاله رفيف في عرض غر تراك منوها سلام في حفل أبو عبد اللطيف يا عزوة ما تطفي ضوها سلام في حفل أبو عبد اللطيف يا عزوة ما تطفي ضوها تسليم تل المضيف والمضيف باسم عتيبة وقالوا سوها العزوة اللي مثل حد الرهيف تاخذ من اسم الفعول علوها عليكم زود. هذه قصيدة وطنية نبدأ بذكر الواحد المعبود خلى قلب شر اللي حنت في طاعتك كل العباد رقابها تسجد المنكون جميع الكون في بر وبحر وشرعنا الشريعة اللي نقتدي بكتابها اللي ومر موسى بسقي القوم من ضربة حجر وانجى سفينة نوح في الطوفان مع ركابها سبحان من في قدرته عبره الناس ان تعتبر نومن بتدبير الإله وقدرته نرضى بها والناس لولا رحمة الله كان ما جاها مطر لكن من فضل الإله ورحمته يعنابها حيث ان هذا الكون ما يسلم من أصحاب القشرة أهل النفاق تجرها وأهل الهدى تبلابها عن الفتن قامت توالى واعتبر يا معتبر ما فيه دار إلا الفتن قامت تطق أبوابها تسعى وراها شلة الإرهاب ووجوه غبر الله يفرق صفها والله يشل أعصابها وما توحدت وما توحدت الصفوف الكسر يبطي ما جبر رحنا فريسة للسباع اللي تحد نيابة ولا توحد صفنا سفينة النصر تعبر وعقارب الفتنة تموت وسمها بهذنابها من دون حد بلادنا يما النصر ولا القبر نعيش نموت دون حدودها ونعيش فوق ترابها من بحر جدة نحتمي حد البلاد إلى الخبر والحد الآخر من طريف اليمن وضابها من حقنا ما تأخذ العدوان لو أن الشبر من هيبة أهل الدار كل المعتدين تهابها واللي رفعنا راية الإسلام حالفنا النصر ونطفي الفتنة اليا منه قبس مشهابها نخلة وسيف وكلمة التوحيد رفرف يا خضر وبلادنا مثل العيون إنا وحنا هدابها في ظل حكام البلاد اللي لنا عز وفخر حكامنا عمدان خيمة عزنا وطنابها واختامها صلوا على المبعوث رحمة للبشر اللي دعانا واتبعنا الدعوة اللي جابها عليه صلى الله وسلم عدها ما للمطر وعداد مطلع النجوم المرقبة وغيابها صحة أبدانكم. أنا أحاول أجيب لكم ثنتين وثلاث عشان اللي جابوا قدامي لكن النصيحة يا الله يلي خلقت الإنس والجنة خلقتهم من عدم الوجود وعبادة لطفك وعفوك وغفرانك اليا منا جانا نذير الرحيل وحان ميعاده يا متعب الوقت يرضينا ويزعنا والوقت لما نقص في العمر ما زاده نسعى ونجمعنا دنيا مهيبنا ويبيجينا نهار العرض نشاده في موقف فيه شد الهول يذهن يشيب من هالرضيع بوقت ميلاده ما لقاناننا عذرا يجمنا المال كسبه منين ووين من فاده والنفس هي والهوى وابليس يغونا لما تغلب على هالعبد بجهاده نسعى ونجمعنا دنيا مهيبنا ويبيجينا نهار العرض نشاده في موقف فيه ما يجدي تغابنا يفر من هوله الوالد من اولاده
نزبنك يا من خلقنا من وانت مزبنا يا من كتب رحمته ورضاه لعباده يلا على عسى رحمتك ورضاك تشملنا وحوض النبي جعلنا من ضمن والراده في ظل عرشك نهار العرض تجعلنا نقصدك يا واحد ما خاب قصاده واعداد صوت المؤذن في موازننا صلوا على اللي بعثها الرب لعباده وسلامتكم صحة أبدان أبو سلطان الدايق القعبيب تعال عندي أصبر على الحين بس هذه هدية ابن خزية والله أنك تستاهل وأنت طال عمرك قول وفعل الله يسلمك يا ابو لطيف ووصلت وهذه طال عمرك وهديه لك تستاهل 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 والله يا ابو عبد اللطيف انت هديتك هالوجيه الطيب اللي انت جمعتهم وانت خيراتك ما هي هالمره وهداياك انت هديه لنا انت دائما مشرف وانت دائما انت واخوانك ومجلسك يشرفني انا شخصيا وشرف قبيله القعبيب وقبيله بني رشيد دليلنا على ذلك هذا اللي انت جاي من جميع القبائل انت جمعت قبائل من الجنوب الى الشمال وهذا وفى منك ولا يستغرب منك بيض الله وجهك انت واخوانك واولادك وبيض الله وجهك وهذه الهديه تاج على راسي طال عمرك أعرف أصبر أصبر أصبر.